يقول: هل سنة العادة يثاب عليها الإنسان كأن أنوي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأمشي حاف القدمين؟ الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم مستحب، لكن المشي على القدمين هذا من الأمور المباحة، ليس هو من الأمور المشروعة، وإنما هو من الأمور المباحة. وإن كان تضرر بهذا بالشوكة أو بالحصى ما يجوز لك هذا، تضر بنفسك، لكن إذا كان ما فيه ضرر يباح أنك تمشي حافيا لئلا تعتاد النعومة وتعود على الخشونة وعلى هذا من باب تربية البدن. يقول من باب تربية البدن والرياضة. نعم.